السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الصغار في حصة جديدة لهذا اليوم. اليوم إن شاء الله سنتعرف على سورة جديدة في مادة التربية الإسلامية مدخل تزكية. إذن سننطلق من وضعية الانطلاق. استمعوا يا صغاري. صديق لك دائما يعيب الناس ويستهزئ بهم ويصفهم بكلام قبيح، فما رأيك فيما يقوم به؟ جيد، أحسنتم يا صغاري. هذا الصديق فهو يتميز بأخلاق سيئة، فهو يعيب الناس ويستهزئ بهم، فالله عز وجل أوصانا باحترام الناس وباحترام الآخر. والآن يا صغاري تعالوا نستمع للسورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. إذن يا صغاري لقد استمعنا للتو للسورة الجديدة. إذن سورتنا الجديدة هي، أصبتم، إنها سورة الهمزة. سنحاول يا صغاري أن نشرح معا مصطلحاتها ومفاهيمها على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة. والويل هو وعد بالعذاب. هنا الله عز وجل يتوعد هؤلاء الذين يعيبون الناس ويستهزئون بهم ويسخرون منهم، يتوعدهم الله عز وجل بنار جهنم. ويل لكل همزة. والهمزة تعني أن نذكر عيوب الناس في غيبتهم. الذين يذكرون عيوب الناس في ويل لكل همزة لمزة. وتعني اللمزة هو ذلك الذي يعيب الناس. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده يعني ذلك الإنسان الذي يجمع المال ولا يتصدق به ويبخل به على مساعدة الفقراء والمحتاجين. كلا لينبذن في الحطمة. لينبذن في الحطمة، ليقذفن في نار جهنم.
لا ينبذن في الحطمة ما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. قلنا وتعني الحطمة هي نار جهنم، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، التي تحرق قلوبهم. إذن يا صغاري، انطلاقا من هذه الآية ومن خلال هذا الشرح، يتضح بأن الله عز وجل يتوحد الذين يذكرون عيوب الناس في غيبتهم، والذين يستهزئون ويسخرون من الناس، والذين لا يساعدون الناس ويبخلون بأموالهم عن المحتاجين والفقراء، يتوعدهم الله عز وجل بنار جهنم خالدين فيها. إذن اسمعوا يا صغاري، انطلاقا من السورة الكريمة، بماذا ابتدأ الله تعالى سورة الهمزة وعمن يتحدث فيها؟ طبعا انطلاقا من السورة. وما جزاء من يسخر من الناس ويستهزئ بهم؟ إذن حاولوا يا صغاري انطلاقا من السورة وانطلاقا من شرحنا لمصطلحاتها ومفاهيمها، حاولوا أن تجيبوا على هذه الأسئلة. جيد، أحسنتم. إذن هنا الله عز وجل ابتدأ الله تعالى سورة الهمزة بوعد بالعذاب. هنا يتوحد الله عز وجل الذين قلت يذكرون عيوب الناس بالنار وبالعذاب الشديد. وجزاء من يسخر من الناس ويستهزئ بهم طبعا نار جهنم التي تحرق أفئدتهم. إذن من كل هذا نستخلص ونستفيد، المسلم لا ينقص منا كرامة غيره ولا يغتر بماله ولا يبخل به. إذن صغاري الأعزاء، سأعيد عفوا. إذن قلنا المسلم المؤمن الذي يؤمن بالله لا ينقص من كرامة غيره ولا يغتر بماله ولا يبخل به، فالله عز وجل هو الرزاق وهو الغني وهو الحي القيوم الذي لا يموت. بهذا صغاري الأعزاء نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم. لا تنسوا أن تحفظوا هذه السورة، وإلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.